في عناوين النشرة: أوباما لم يشاهد خطاب نتنياهو. The central concern should be both for the United States and for Israel. وكيري وظريف يستكملان حوارهما على ضفاف بحيرة ليما. تقدم للقوات العراقية في تكريت. وواشنطن وواشنطن ترى إيجابية في الدور الإيراني. هيئة التنسيق تنبعث من السرايا. في حال لم يوضع هذا الموضوع على سكة البحث، ما تغزو، نحن مضطرين كهيئة تنسيق نقابية أن نرسم خطة للتحرك في المستقبل. اعتصام في مركز اليوسف الاستشفائي. أصلاً الطفل منه بحالة، طارئة، ولا الأهل قدموا له بحالة طارئة، دليل أن الطفل ما نزل على الطوارئ، الطفل بقي بالسيارة. طاب يومكم وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من قناة الجديد في بيروت. لم يمنع خطاب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من استكمال المفاوضات الإيرانية مع المجموعة الدولية في سويسرا ولقاء وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري الإيراني محمد جواد ظريف في فندق على ضفة بحيرة ليما السويسرية. وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي التي تشارك في المفاوضات من أن نشر المخاوف بخصوص إبرام اتفاق مع إيران غير مفيد، خصوصا في ساعات نقترب فيها من نتيجة في المفاوضات. وعلى الجبهة العراقية، حيث يسجل تقدم للقوات العراقية في تكريت وتحرير مناطق واسعة من مسلحي داعش في محافظة صلاح الدين، لفت إعلان رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمسي من أن دور إيران من الهجوم لاستعادة تكريت من داعش يمكن أن يكون إيجابياً. وقال أمام لجنة قوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن المساعدات الإيرانية للمجموعات المسلحة ليست جديدة، لكنها تتم بشكل علني أكثر هذه المرة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يستهزئ ونوابه الديمقراطيين بخطاب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وإيران تعتبره مملاً. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه لم يشاهد الخطاب الذي ألقاه رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس. لم أشاهد كلمة نتنياهو، بل رأيت النص ولا يوجد جديد في الكلمة. رئيس الوزراء لم يقدم أي بدائل مجدية. وحث أوباما الكونغرس على الانتظار حتى إكمال اتفاق نووي مع طهران لتقييم الاتفاق، مشددا على أنه لن يوافق سوى على اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. السخرية التي واجه بها أوباما خطاب نتنياهو انسحبت أيضا على نوابه الديمقراطيين. أشكر رئيس مجلس النواب ونتنياهو على هذا المسرح السياسي المؤثر، ويستطيع رئيس الوزراء الآن العودة إلى بلاده ويقول أنه أعطى الكونغرس والشعب الأمريكي درسا حول أمور يبدو أننا لم نكن نعلم بها. الدعوة إلى الكونغرس والخطاب يشكلان سابقة خطيرة، بحيث يستطيع قادة حزب واحد دعوة سياسي أجنبي ليهاجم علنا سياسات الرئيس الأمريكي من على منبر الكونغرس. وفي طهران انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم استمرار أكاذيب نتنياهو المتكررة، لافتة إلى أن الخطاب مؤشر على الضعف والعزلة القصوى للمتطرفين. كلمة رئيس وزراء النظام الصهيوني كانت مملة ومكررة وجزءا من الحملة الانتخابية للمتشددين في تل أبيب. أما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني التي تشارك في المفاوضات الجارية في سويسرا، فحذرت من أن نشر المخاوف بخصوص إبرام المجموعة الدولية 5+1 اتفاقا مع إيران حول برنامجها النووي غير مفيد، خصوصا في ساعات نقترب فيها من تحقيق نتيجة في المفاوضات.
وترافقت ردود الفعل مع عدة تظاهرات جرت أمام الكونغرس ومبنى البعثة الإسرائيلية الدائمة في الأمم المتحدة، شارك فيها يهود الحاسديم احتجاجا على خطاب نتنياهو، واعتبر المتظاهرون أن نتنياهو لا يمثلهم وأنه لا يتحدث باسمهم، ووصفوا الخطاب بأنه يهدف إلى إشعال فتيل الحرب. قال المتحدث باسم مؤتمر الحاخامية الوسطية أرون يعقوبيتس المشارك في المظاهرة أن المتظاهرين جاءوا ليعلنوا أن إسرائيل لن تتحدث باسم اليهود بعد الآن. وفي سويسرا استأنف وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وإيران محمد جواد ظريف اليوم مفاوضتهما بشأن الملف النووي الإيراني، متجاهلين التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس من إبرام اتفاق. ولليوم الثالث على التوالي يلتقي كيري وظريف في فندق كبير في مونترو على ضفة بحيرة لما في سويسرا، وسيغادر كيري مونترو إلى الرياض بعد الظهر، لكن المدراء السياسيين والخبراء سيواصلون أعمالهم حتى نهاية الأسبوع. بعد لقاء وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ونظيره اللبناني جبران باسيل على هامش الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أعلنت الخارجية الروسية أن لافروف أكد على موقف موسكو الثابت بدعم سيادة لبنان ووحدته وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. من جهته أوضح باسيل في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أن الحكومة اللبنانية قامت باسترداد زمام المبادرة في تنظيم مسألة النزوح السوري بغية مواجهة هذا التحدي. يجد لبنان نفسه اليوم في قلب الحرب العالمية ضد الإرهاب، وقد اختار أن يكون رأس حربة فيها، وهو حين يخوض معركة لا هواد فيها في وجه داعش وأخواته، ويقدم خيرة شباب قواته المسلحة على مذبح الشهادة، إنما يقوم بحماية العالم بأسره من هذه الإيبولا التكفيرية التي تخترق حدود الدول وتهدد قيم الإنسانية. وقد انخرط لبنان في المعركة على مختلف المستويات، فكان فاعلاً في المبادرات الدولية لمحاربة تمويله. من هنا قامت الحكومة اللبنانية باسترداد زمام المبادرة والمسارعة إلى إعادة تنظيم مسألة النزوح بغية مواجهة هذا التحدي، إلا أن نجاح لبنان في هذا المضمار سيبقى رهناً بقيام المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته السياسية والإنسانية والأخلاقية والوقوف إلى جانب لبنان عبر الدعم المباشر والملائم لا اللفظي والمعنوي فقط. في إطار لقاءاتها مع المسؤولين، زار وفد من هيئة التنسيق النقابية يرافقه وزير التربية الياس أبو صعب الرئيس تمام سلام في السرايا الحكومية، وطرح ما وصلت إليه الأمور المتعلقة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد 3 سنوات من التحركات وعقد الاتفاقات مع السلطة المعنية، وطلب الوفد إعادة تحريك هذا الملف. ونقل أبو صعب تفهم رئيس الحكومة واقتناعه بأن هناك ظلما لحق بهذا القطاع بسبب تأخر إقرار السلسلة. كل شيء بيتعلق بالأمن وبالسياسة ما لازم ننسى أنه الأمن الاجتماعي كمان مؤثر وجزء منه، وسلسلة الرتب والرواتب بتجي بهالخانة. طلبنا من دولة الرئيس أنه موقف الحكومة يكون واضح وداعم للمطالبة اللي بدنا نتوجه فيها لدولة الرئيس بري قريبا، أنه ترجع بما أنه اللجان المشتركة واللجان الفرعية عم تشتغل وعم بتناقش قوانين، نرجع نخلي موضوع سلسلة الرتب والرواتب يناقش بأسرع وقت بهاللجان. كما علمنا أن مسألة التشريع قد حسمت بين القطاع العام والخاص، والجيش اللبناني أنجز ما هو مطلوب من ناحية الملاحظات التي ترفع الغبن عنهم، كما أننا تقدمنا نحن بملاحظات كإداريين ومعلمين في هيئة التنسيق النقابي. حان الوقت لوضع هذه السلسلة على سكة البحث والانتهاء من بحث كل الملاحظات المتعلقة بها وإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي من أجل إقرارها. وتمنينا على دولة الرئيس ومن موقعه كرئيس الحكومة ولما يحظى به من احترام من كافة الكتل السياسية ومن شعبنا اللبناني، كافة المواطنين اللبنانيين، أن يطرح أو أن يعمل من أجل تحريك هذا الموضوع وتحريك موضوع السلسلة في اللجان النيابية من أجل
من أجل إحالته إلى الهيئة العامة لإقراره، لأن وضعنا ما عاد يحتمل. وأنا برأي هيئة التنسيق النقابية في حال لم يوضع هذا الموضوع على سكة البحث ما تغزو، نحن مضطرين كهيئة تنسيق نقابية أن نعيد طرح هذا الموضوع ونرسم خطة للتحرك في المستقبل من أجل إقرار هذه السلسلة. الإفراج عن الموظفين في مركز اليوسف الاستشفائي ومستشفى رحال الذين كانوا قد أوقفوا على خلفية التحقيقات بوفاة الطفل عبد الرؤوف الحولي. نفذ موظفو مركز اليوسف الاستشفائي في حلبة ومستشفى رحال اعتصامين منفصلين كل أمام المدخل الرئيسي للمركز والمستشفى المذكورين، احتجاجاً على توقيف عدد من الموظفين الإداريين للتحقيق معهم في قضية وفاة الطفل عبد الرؤوف الحولي. وتحدث مدير قسم الطوارئ في مركز اليوسف الدكتور خليل حنا باسم المعتصمين، وأكد أن لا علاقة للمستشفى بحادثة وفاة الطفل لأن والده لم يحضره للمعاينة. نحن متضامنين حتى نقول انه لازم تنحفظ كرامات الناس بطريقه ثانيه، مش تتجرجر كيف ما كان ومشان شو ما كان بدون ما نتاكد فعلا اذا كان في ذنب او لا. اصلا الطفل منه بحاله طارئه، ولا الاهل قدموا له بحاله طارئه، دليل انه الطفل ما نزل على الطوارئ. الطفل بقي بالسياره، الاب اجى سال اذا في محلات بالمستشفى او لا، بالفعل المستشفى ما في محلات ومحطوط قسم للاطفال قسم التوليد، يعني محلات قسم الاطفال ما في، ولا بالمستشفى كله سوا في محل لطفل. الاب ما قال انه ابني حالي طارئه وتعبان ولازم تشتغلوا فيه، حمل حاله ومشي وابنه ضلوا بالسياره، يعني انه الاداري ما له مصلحه ولا المستشفى له مصلحه اصلا ترفض اي حالي طارئه. وزياده عن هيك الطفل مضمون، مشان هيك يعني الاداري ما بيقدر يقول له ما في محل اذا في محل. والطفل ما مقدم انه حالي طارئه اهم شيء، والا كان اجى على الطوارئ، كان قدم له الاسعافات الاوليه، كان المستشفى مجبور يامن له حجز بمكان ثاني. وعادة هيك بنعمل تجي حالة طارئة. وعقب الاعتصام جرى الإفراج عن الموظفين في مركز اليوسف الاستشفائي ومستشفى رحال في عكار الذين كانوا أوقفوا على خلفية التحقيقات. من جهتها رفضت إدارة مستشفى اليوسف الطبي الإدلاء بأي تصريح عن الحادث، مؤكدة أن مؤتمرا صحفيا سوف يعقد عند الساعة 10 من يوم الخميس في مبنى نقابة المستشفيات. بعد أسبوعين من صدور قرار وزارة الداخلية، القوى الأمنية تباشر بإزالة التعديات في عكار وسط اعتراض أصحاب البسطات في المنطقة. باشرت قوى الأمن الداخلي منذ ساعات الصباح الباكر بإزالة التعديات من مدخل عكار عند مستديرة العبدة وحتى الطريق الدولية في حلبة والكويخات، وذلك تطبيقا لقرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. وتم إزالة الجزء الأول من التعديات وهي عبارة عن الأكشاك، على أن يتم في مرحلة ثانية إزالة مواقف السيارات عن الطريق العام، على أن يصار في الختام إزالة سوق السمك الموجود على الطريق الدولي. واعترض عدد من أصحاب البسطات على قرار الإزالة معتبرين أن القرار يقطع أرزاقهم، في حين انتقد آخرون عمل القوى الأمنية لجهة الإبقاء على بعض الأكشاك بالرغم من مخالفتها. وتأتي إزالة التعديات بناء لكتاب خطي كان قد رفع من قبل المحافظ لبكي لوزير الداخلية إثر سلسلة من الشكاوى التي طالبت بإزالة هذه البسطات والأكشاك من على الأرصفة والأملاك العامة والتي تتسبب بزحمة سير خانقة. رأى الرئيس نجيب ميقاتي أن مشروع مرآة ساحة التل في طرابلس لن يقدم أو يؤخر في معالجة الأمور الاقتصادية والمشاكل الكبرى، معربا عن خشيته من أن يتحول إلى خراب وبؤر تشوه تاريخ المدينة. ميقاتي وفي مؤتمر صحفي قال: نحن مع إقامة مشروع تنموي لطرابلس، وأقول لا للمرآة بمفرده ولا بشكل من الأشكال، إنما نعم للمرآة ضمن خطة شاملة وكاملة للوسط التجاري في طرابلس، معتبرا أن مشروع مرآة ساحة التل عبارة عن أموال ستهدر في غير مكانها. أخشى أنه يتحول كما يتحول هذا المرآة، كما تحولت أغلب المشاريع تنفذت بطرابلس إلى خراب وبؤر تشوه تاريخ المدينة حاضرة ومستقبلة. لو كانت إقامة مرآة جزء من مشروع إعمار وسط مدينة طرابلس ومنطقة التل بالذات، ما كنا ترددنا لحظة واحدة بتأييده وتأمين كل الوسائل الناجحة لإنجاحه مهما كانت، وخاصة بما فيها تمويله. لكن أن تطرح علينا مشاريع لا بتقدم فرص عمل، ولا مثل ما قلت لا بتقدم ولا بتأخر،
ومشكوك بجدواها، فهذا أمر لا يتجاوز كونه مشروع دون أي فائدة للمدينة. بعد الإعلان، اعتداء على حنين الزعبي. أهلا بكم من جديد. تحاول القوات العراقية التي بدأت الاثنين عملية واسعة لاستعادة مدينة تكريت ومحيطها من سيطرة تنظيم داعش محاصرة هذه المناطق قبل مهاجمتها. وأفادت تقارير إخبارية بأن القوات العراقية تتأهب لشن هجمات جديدة اليوم لملاحقة مقاتلي داعش لتحرير مناطق في محافظة صلاح الدين. ورجحت مصادر عسكرية عراقية أن تبدأ القوات العراقية اليوم هجومها على قضاء الدور لانتزاعه من داعش، فيما رجحت مصادر أخرى أن القوات العراقية تتأهب لتحرير حقل عجيل النفطي بعد أن اقتربت منه أمس إثر تحرير حقل علاس النفطي قرب ناحية العلم. وقال الفريق الركن عبد الأمير الزيدي قائد عمليات دجلة التي تشرف على ديالة لوكالة فرانس بريس أن القوات المهاجمة تمكنت من تدمير خط الدفاع الأول لداعش، وهو نقطة انطلاق لهجماتهم على مناطق ديالة، ما أدى إلى فرار عصابات داعش وانسحابهم إلى داخل المدن. فيما قال ضابط من قيادة عمليات صلاح الدين لفرانس بريس أن العمليات مستمرة حسب الخطة التي تم الإعداد لها مسبقا، فقطع الإمداد وتطويق المدن من مقومات النصر لتلافي وقوع خسائر ومنع التنظيم من شن هجمات جديدة. وأوضح أن القوات تتقدم تدريجيا وببطء بسبب تفجيرات القنابل على جانب الطرق ونيران القناصة، لكن نحقق الأهداف وفق الخطة المرسومة. لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ استجوبت وزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي حول مساعدة إيران والتنسيق معها في الهجمات ضد داعش في العراق. وأعلن ديمبسي أن دور إيران والميليشيات الشيعية في الهجوم الذي تشنه القوات العراقية لاستعادة مدينة تكريت من تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن يكون إيجابيا إذا لم يؤدي إلى توترات طائفية مع السنة. وأشار ديمبسي إلى أن الهجوم الذي بدأ الاثنين يمثل التدخل الإيراني الأكثر وضوحا في العراق منذ عام 2004 مع مدفعية ووسائل أخرى. وأوضح ديمبسي أن ثلث القوات المشاركة في عملية تكريت هي من الفرقة الخامسة في الجيش العراقي، والثلثين الباقيين من قوات الحشد الشعبي، وهي ميليشيات شيعية مدعومة من إيران، مضيفا إذا تصرفت هذه القوات بطريقة نزيهة أي أعادت المدينة لأهلها، عندها سيكون لهذا الأمر تأثير إيجابي على الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش. اعتدى متطرفون إسرائيليون أمس على عضو الكنيسة الإسرائيلي النائبة حنين الزعبي، وبدأ الاعتداء عندما كانت زعبي ترد على سؤال حول وضع النساء العربيات في إسرائيل مقارنة وضعهن في العالم مع وضعهن في مع وضع النساء في العالم العربي، وذلك خلال اجتماع انتخابي في الكلية الأكاديمية في مدينة رامات غان، عندما قام أحد الإسرائيليين بإلقاء زجاجة عصير باتجاهها ونشب على أثر ذلك مشاجرات في المكان، تطورت إلى مشادات بين المشاركين أثر قيام أحد المتطرفين بالاعتداء على الناطقة باسم القائمة العربية الموحدة أميلي مواتي بقضيب بحديد، ما تسبب بإصابتها بجروح وصفت بالخطيرة تم نقلها إلى المستشفى. توفي اليوم الفنان السوري عمر حجو، وذلك بعد معاناة مع مرض عضال، ليفارق الفنان القدير الحياة عن عمر ناهز 84 عاما. وقد اقترن اسم عمر حجو بأشهر الأعمال الفنية السورية، إذ شارك الفنان دريد لحام بمسرحيات كاسك يا وطن وغربة وصانع المطر وضيعة تشرين وشقائق النعمان، كما كان له دور متميز في أشهر الأعمال السورية السينمائية الحدود، بالإضافة إلى أدواره في المسلسلات على الشاشة الفضية مثل وادي المسك وكوم الحجر وبقع الضوء وغيرها الكثير. دقائق مع الإعلان، نتابع من بعدها تقديم النشرة. أهلا بكم من جديد. دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة وزارية جاءت بعد اتصالات لحل تبعات الخلاف على آلية عمل الحكومة، ووزير البيئة محمد المشنوق يؤكد للجديد بقاء الصيغة عينها. هذه كانت آخر جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 12 من شباط، حين رفع رئيس الحكومة تمام سلام الجلسة إثر خلاف بين الوزيرين لياس بوصعب وبطرس حرب في شأن آلية عمل الحكومة وتوقيع بعض المراسيم.
والخلاف كان قد بدأ بمداخلة للوزير رشيد درباس منذ ذلك التاريخ، والاتصالات تتكثف للتوصل إلى مخرج للأزمة الحكومية تخللتها زيارة الرئيس سعد الحريري لبيروت وعقده لقاءات مع الأطراف كافة. وما إن تخمرت الأفكار واستنفذت حتى كانت الدعوة إلى جلسة هذا الخميس. اليوم في كتير من مصالح الناس عم تتعطل من وراء فيتو من هون أو قضية صغيرة بتوقف بوش توقيع مرسوم معين، هذا ما بيجوز. نحن من هون عم نقول إنه هذا التوافق يجب أن يتحقق بالحد الأقصى بما يفيد المصلحة الوطنية. أما إذا واحد عنده رأي مغاير ما معناته بيفرضه، بيقدر شخص يقول أنا بعارض أو أنا بتحفظ، لكن هذا ما بيأخر بإصدار القرار. الحقيقة بعده هو نفس الشيء، يعني كلام الرئيس سلام مش يشابه كثيرا موقف الرئيس بري، يعني اثنين عم ينطلقوا من المادة 65. المادة 65 بتنص على أنه التوافق، أولا في حال ما صار توافق ممكن يصير تصويت، والتصويت إذا كانت مواد الـ 14 اللي بيعتبروا بدها تلتين بتاخد تلتين، أو تصويت عادي بأكثرية بسيطة. صحيح هذا الشيء، بس نحن عم نقول بأبسط كمان من هيك، أنه خلي التوافق هو عنوان لهالمرحلة بسبب استثنائية الظروف القائمة حاليا، وحتى نأكد دائما على ضرورة انتخاب رئيس، وعلى إظهار أنه وحدة هذا الموقف مرتبطة بحدها الأقصى احتراما لهذه الرغبة بوجود رئيس للجمهورية. الجلسة ستستكمل جدول الأعمال السابق على أن يكون القسم الأول منها مخصصا لإعادة الحيوية إلى صيغة التوافق. وأنا حسيت من الأجواء اللي برزت خلال هالكم يوم وبالاتصالات اللي تمت أنه الكل حاسس أنه بالنهاية الحكومة هي شبكة أمان. اليوم ما في عندك اليوم إذا استقالت الحكومة لمين بتروح؟ إذا استقالت لمين؟ مين بيقبل استقالتها؟ كيف تجري استشارات؟ ما في عندك خيارات. شو بتحول البلد إلى حالة فراغ؟ هي اللي عم تسد الفراغ بشبكة الأمان تبعها. وبعد أسبوعي المشاورات والمداولات لا يظن وزير البيئة أن العمل الحكومي سيتضاعف، بل يبقى أقصى الأمل أن يسير الوزراء في جداول الأعمال وتحقيق نتائج فيها. باسل العريضي، قناة الجديد. الوحدة الاستقصائية في قناة الجديد تلاحق رائحة الفساد المنبعثة من ملف نفايات قضاء النبطية، تحقيق لهادي الأمين. ايه حبيبي يلا، بس عن حدا يعوض علينا، بس دورية درك تنزل معنا. طلب دورية درك تنزل معكم. هذا المشهد الجميل بكل هذه العناصر التي تشبه لبنان بتنوعه الطائفي وجمال طبيعته تجده في بلدة الكفور قضاء النبطي. لكن هذا المشهد الرائع تبدده رائحة نتنة تنبعث من مطمر النفايات في الجانب الآخر من البلدة، وهو مكب تنتهي فيه نفايات 28 بلدية إضافة إلى بلدية النبطي. أول شيء هذا المكب عم بيأثر على البيئة بعنا بقلب الضيعة، إنه في الآبار الإرتوازية بتشرب منه أهل الضيعة، مع تسكير أمه للمكب وبي اللي بيفتح للمكب عم بيقبضوا على ظهرنا، ونحن اللي عم نتحمل الزبالة. عدا الضرر البيئي عن الطبيعة، للمكب انعكاسات صحية على أهل كفور الذين كلوا وملوا الاعتراضات التي لا تجدي نفعاً مع ما يصح على تسميته قوى الأمر الواقع. بنتي بس يا معلمة هيك بس بلش كثرة النفايات فيه من دون تمر صحي مزبوط، كانت أصغر من هيك بشوي، طلع طفرة بجسمها مثل حبوب صغار. صاروا يطلعوا لي حبوب بجسمي، ما كنت أعرف شو هني هول، فكروا مبرغش. قال لي هذه حساسية، حسيت شو يا حكيم؟ نحن بالبيت الحمد لله في عنا نظافة وعنا كل شيء، قال لي هذه مش ضروري يعني، قلت له فين أنا مكب تحت. بعدين صارت من وراء قصة المكب دبان الأخضر. يجي إذا يغط إذا بيغط عليك بصير يعمل لك حبة محل ما غطيت، وهيدي الحبة بتصير تلتهب إذا ما حطيت لها دواء. إلى رائحة النفايات النتنة المنبعثة من المكب تفوح رائحة فساد تزكم الأنوف،
هناك من يحاول إحراق ملفات الفساد التي وصلنا إليها، لكننا سنراعي البيئة في التعامل مع هذه الملفات وسنعيد تدويرها لفهم تفاصيلها واكتشاف المتورطين فيها. من تقاضى 330 مليون ليرة على حساب صحة المواطن وخزينة الدولة؟ يا ريت في خبرنا رئيس البلدية ليش انعمل تشيكات باسمه الشخصي؟ لماذا وافق رئيس بلدية الكفور على فتح المكب؟ يا تقبلني رئيس بلدية ومضغوط على أمري. من خالف قرار وزير البيئة ويستعمل عقارا للجمهورية اللبنانية من دون أي سند قانوني؟ ليش بدي أقول لعلي عياش؟ مسؤولية من تأخير فتح معمل فرز النفايات في المنطقة؟ مسؤولية 100% عند الاتحاد، وأي تأخير يعني هذا موضوع مش مفهوم. يعني بدك تحط لي حكي بتمي أنا مش مزبوط الحكي. من هي قوى الأمر الواقع التي تفرض استمرار المكب؟ حزب الله. هيدا كان سبب الانفجار إذا بدك، وتخلينا عن دورنا بالمجلس البلدي. الشام وحلب يجتاحان لبنان بالكبة والمشاوي والشاورما، فمن يستطيع المقاومة؟ تحقيق لنوال بري. في البدء كانت الموضة الطعام الأرمني الذي أحب اللبناني أن يجربه، ليصبح بعد ذلك عادة لعدد كبير من اللبنانيين. بعدها جاء الطعام الأوروبي إن كان من فرنسي وإيطالي، خاصة بعد وصول اللبنانيين إلى أوروبا وحبهم لوصول هذه الأطعمة إلينا. لكن هذه الموضة لم يكن لها نفس الرهجة كتلك التي حصلت عليها السوشي اليابانية، وهي التي يصفها البعض بأنها الأطعمة الكلاس أو الراقية. ولكن ومع وصول أكثر من 1.5 مليون سوري إلى لبنان، كان لابد من أن يجتاح مطبخنا الطعام السوري. اليوم ما عاد السهر في الشام إلا للصلاة بأن يستفيق أهلها، فيجد بلدهم قد عاد كما كان. السهر في الشام ما عاد في المطاعم الشعبية والراقية ومقاهي الأرجيلة، إذ بات ينام أهلها على أصوات الهاون والمدافع، لتنتقل الضجة بمعظمها إلى لبنان. فبلدنا الذي فتح حدوده للسوريين فتح المجال أيضا أمام أصحاب رؤوس الأموال بنقل اللقمة السورية إلينا. فاجتاحت الشام وحلب من باب مطعميهما شوارع العاصمة. شيلنا 2 شاورما دجاج بابا لو سمحت. يلا على عيني. على كيفك يكون وين؟ كل شيء كاملين. الحمرة نالت الحصة الكبرى بطبيعة الحال لتمركز معظم السوريين المقيمين في لبنان فيها كجزء من اجتماعياتهم، فانطلقنا إلى الشاورما الشامية. يعني قررنا نفتح، جينا لهون على بيروت ومنا لقينا نلاقي شيء شغلة نعيش منها، فقررنا أنه نفتح هذا المطعم. عم تلاقوا في طلب على هيدا النوع من الأكل؟ كتير الحمد لله، منيح ماشي الحال. مين أكتر عم يجي عندكم، لبناني ولا السوري؟ يعني عندي تقريبا 60% سوري و40% لبناني. بالشام أنت كان عندك مطعم طبعا. ثم إلى حلب توجهنا. يا ربي يا رجع زمن الأول يوم يا لطيف يا مال الشام يا الله يا مال. طبعا أكيد نحن اشتقنا لحلب وأهل حلب وأكل حلب، فبادر حلو كتير أنه يفتحوا مطعم حلبي بلبنان حتى الواحد يحس حاله بعده ببلده. بلا مستحى، يعني كل شيء صار بالبلد حلبي، ومن حلب ومن الشام من سوريا، الحلبية بالأخص نجحوا بهذا التايب من الأكل فأثروا فينا. الحلبي قد ايه يعني لكم كعرائي الأكل الحلبي؟ والله الأكل الحلبي أكل مميز يعني، وفي أكلات مشهورين فيها، هم بيرجعنا شوي لورا نرجع بالزمن، لأنه نفس الكروب نفس الأشكال، كأنه عايش أنا بحلب.
حتى كنا بحلب ما نقدم الاكل الحلبي، يعني نحن اكيد بحلب، بس هون دراسه معينه قلنا ننزل نحن الاكلات الحلبيه اللي هي الكباب المشهورين فيها اكثر شيء والسفرجليه وهالقصص هي. هلا زبون اللبناني في كتير اشياء نحن امتزجنا معه، يعني ما بيعرف مثلا شيء الكبه السفرجليه او السفرجل معقول ينطبخ او الكبه السمائيه، هالقصص هي انواع الكباب الكتيره لقى كتير حب إله. أول ما فتحنا كان زبوننا السوري هو النسبة الغالبية، سوري عراقي، بس بعد فترة تقريبا شيء 4-5 أشهر لقينا نسبة اللبناني زادت كتير. وإذا كان أصحاب رؤوس الأموال السورية قد استثمروا في لبنان بعد انهيار الوضع في سوريا، فإن الأكل الشامي وجده المستثمرون اللبنانيون موضة ناجحة. بالنهاية المطبخ الشامي والحلبي مثله مثل أي مطبخ فرنساوي إيطالي، فحبينا أن نفوت نعرف العالم أكثر على أكلات الحلبية والشامية. مش لأنه برأيكم اليوم صار في عنا كتير سوريين بلبنان ممكن هن يكونوا الزباين لإلكم كمان؟ لهو الكونسبت صار له شيء كحضرنا له من سنتين أو ثلاث سنين وصار له أرادي فاتح سنة. يعني زبوناتكم مين عم بيكونوا أكثر، لبنانية ولا سورية؟ كل شيء أكيد أكيد السوري بده يجي، بده يكون مهتم إنه يجي يجربنا العراقي، وأكيد اللبناني بحب هذا النوع الأكل يعني. وبين من تخوف من أن يكون هذا العدد من المطاعم السورية الاسم والطابع والنكهة وجودا سوريا جديدا على موائدنا، ومن وجد فيه تنوعا وقيمة مضافة إلى لائحة المطاعم، فالمؤكد أن للأكل السوري رونقه، وهي تجربة لا تكتمل إلا باختبارها في الشام وحلب بأصالتهما التي تنعكس مذاقا خاصا على الطعام فيها، وهذا ما تفتقده المطاعم ذات الطابع السوري في لبنان. نوال بري، قناة الجديد. كان في النشرة أوباما لم يشاهد خطاب نتنياهو. The central concern should be both for the United States and for Israel. وكاري وظريف يستكملان حوارهما على ضفاف بحيرة ليما. تقدم للقوات العراقية في تكريت. وواشنطن ترى إيجابية في الدور الإيراني. هيئة التنسيق تنبعث من السرايا. في حال لم يوضع هذا الموضوع على سكة البحث، متوخزو نحن مضطرين كهيئة تنسيق نقابية أن نرسم خطة للتحرك في المستقبل. اعتصام في مركز اليوسف الاستشفائي. أصلاً الطفل منه بحالة طارئة، ولا الأهل قدموا له بحالة طارئة، دليل أن الطفل ما نزل على الطوارئ، الطفل بقي بالسيارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.